يوم السبت ان شاء الله الموافق 12 يناير هيكون الجو معتدل ودرجات حرارة حوالين المعدل، يعني القاهرة توصل 21 درجة، النشاط رياح خفيف جدا، بالتالي مش هنحس بأي برودة يوم السبت. لكن مع نهاية يوم السبت يبدأ نشاط الرياح على أقصى الساحل الشمالي الغربي، يعني ناحية السلوم وسيدي براني كده مرسى مطروح. يوم الحد يبدأ يتقدم للداخل نشاط الرياح دون ويعم شمال البلاد بالكامل، يعني من الساحل الشمالية الوجه البحري القاهرة حتى شمال الصعيد، قد يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية، مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، يعني من أول سلوم سيدي براني مرسى مطروح اسكندرية بورسعيد دمياط إلى أن تصل إلى رفح المصرية مرام بالعريش طبعا وسيناء. يوم الاثنين يبدأ يتقدم فرص الأمطار دي لتعم الوجه البحري أيضا، محافظات الوجه البحري ممكن توصل خفيفة إلى القاهرة. انخفاض في الحرارة من يوم الحد، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بعد ما كان السبت درجة حرارة فيه على القاهرة على سبيل المثال هتكون 21، الحد هتوصل 15، يعني في انخفاض باين وواضح من 5-6 درجات، ده حس والهواء ونشاط الرياح حسست بالبرودة أكتر. هيستمر معايا الطقس دون على الأقل حتى يوم الأربع، من يوم الخميس تبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية. اللي بيسوق على الطرق وفي اي انخفاض للرؤيه لسبب اي سبب كان، طبعا بطبق تعليماتهم بكل دقه، بتقل في الملابس دايما، لان دايما على فكره في الليل بيبقى شديد البروده حتى لو اعتدل الجو. والليل ده عشان برضو الناس كلها تبقى عارفه، اللي بيبدا من الخامسه مساء الى تاني يوم الثامنه صباحا، الفتره دي كلها بيبقى الجو شديد البروده، فطبعا لازم كلنا بنبقى متقلين وعاملين حسابنا للجو ده.